شمال باكستان في مناطق اللي بيسيطر عليها الحكم الذاتي لطالبان ممنوع وبيحرموا انه الاولاد ياخدوا مصل شلل للاطفال. ليه؟ لانه في مشتقات من الخنزير. طب لما يجي العلم النهارده يقول لي نقل الكلى من الخنزير ونقل القلب من الخنزير ويقول لي مشايخ هنا ان هو نجس وان الشرط عشان نتمم هذا الامر ان لابد ان يكون هذا الحيوان غير نجس والنجاسه معنويه، هنقف احنا بقى كل ما نيجي نعمل حاجه من الحاجات هتلاقي رجل الدين واقف لك في الشارع يقول لك لا. العلمانيون شايفين ان الاسلام او فكره البعد عن العلمانيه مخلي في عقبات امام البحث العلمي، بيقول لك مثلا نقل الاعضاء مازال في الدول الاسلاميه متاخر او عليه انتقادات، في حين الدول الغربيه سبقت وبقت بتنقل الاعضاء من خنازير دلوقتي. عظيم عظيم، انما لنا قيم في البحث العلمي. دكتور مصطفى محمود لما مر من رحله الشك لليقين من المركزيه الى الاسلام ثم خرج ببرنامجه الرائع رحمه الله عليه العلم والايمان، وكان بيتعرض لبعض النظريات العلميه يقول هذا عبث علمي وليس طفره علميه. يعني لما اجي اقول دلوقتي حضرتك احنا عايزين نتداوى بلحم او بذهن الخنزير، ويختلف الفقهاء والعلماء لان الخنزير اصلا حرام، يبقى دهنه حرام يبقى لحمه حرام، هذا رايه. البعض يقول لا الضرورات تبيح المحظورات، من ممكن وانا مسافر هموت مش لاقي اكل اكل قطعه من لحم الخنزير، هموت في صحراء. بس هو اكل الخنزير هو اللي حرام، لكن التداوي بقلب الخنزير مثلا في نقل الاعضاء هل ده حرام؟ من هنا نشات الخلافات الفقهيه، وعلينا ان نحترم جميع المذاهب، وفي النهايه كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب الروضه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال نقل الاعضاء حتى الان بيلقى معارضه من اغلب العلماء. الشيخ الشعراوي رغم أنه كان قام وقيمة وقل ما يجود الزمان بمثله، والبعض قال هو مجدد القرن الحالي، مع عاش ومات يرفض هذا، البعض رد عليه مع أنه الشعراوي الإمام الأعظم رحمه الله، وقال من يدري يحيي العظام وهي رميم. شوف حضرتك لا نحكم على الإسلام بتصرفات المسلمين، حتى لو كان الشيخ الشعراوي، ولو كان الشيخ الشعراوي، لو كان الإمام مالك اللي قالوا عنه لا يفتى ومالك في المدينة، الإمام الشافعي يقول قولي صواب صح يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. بس الشيخ الشعراوي قام بدور يعني كبير جدا في تفسير القرآن للبسطاء، ولو في مثلا ليه فتوى معينة ثبت خطأها لا يعني ان انا مثلا اقول ان هو مسؤول عن التشدد. لو اتكلمنا على الفتاوى دي اعتقد ان هي في صلب موضوع العلمانية. وهو الذي منع نقل الأعضاء، من قال هذا؟ هل من العقل ومن الحكمة أنك أنت ما تنقلش أعضاء لتجعل الإنسان أكثر راحة؟ لما تنقل القرنية الواحد أعمى وما بيشوفش ويشوف نعم الله عليه، هل هذا ضد الدين؟ هل لما أنت تخلي واحد ينقل كلى من خنزير يبقى حرام؟ أو قلب من خنزير يبقى حرام؟ ثم ومن إنسان أيضا يبقى حرام مع تنظيم القانون؟ ما هو انت بتقول لي ان هو ملك الله، طب ما هو داخل من ملك الله الى ملك الله ايضا، وانا لما هديه لحد وانا هرمي في الشارع، ما انا هاخد قلبه واديه لابني او لخالتي او لعمي او 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 او، يبقى خرج من معيه الله الى معيه الله ايضا. هؤلاء يا سيدي الفاضل يفتون بفتاوى وياتون بعكسها، ولما بيتزنقوا بيروحوا يتعالجوا بره.